شوف انا نقول كلمه واحده، فالفقره او النص في البرنامج ما داش، فقد خدينا اسلوب ديال 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 المطاع، هو والشكل ديال المطاع ما بقاش في المغرب. فنان كبير، هرم من الاهرامات ديال المسرح المغربي، باش نشوفوا ديك الوضعيه، هي وضعيه الفن المغربي، فهي هذه الوضعيه كتشكل في الشكل ديال المطاع، لان الفن المغربي فعلا ما بقاش كيشوف فعلا، ولا كيقلب على التفاهه في المقابل ما هو فني وما هو جميل في هذه البلاد، ما بقيناش كننتبهوا ليه. فرجاء شوفوا غير في جنابكم غتلقاو فنانين كبار اللي كيتهمشوا وكنقلبوا على ظواهر وعلى اشياء اللي ما عندهاش علاقه بالفن وما عندهاش علاقه بالفنانين. رجاء شوفوا في جنابكم راه كاين فنانين مغاربه.